كميل، انطلاقا من الإشكالية اللي عم يحكي فيها علي، في إشكالية تانية بطرابلس. أولا كمان في حساسيات طائفية ومذهبية حول حزب الله، ثانيا في كلام دائما أنه هي طرابلس الحديقة الخلفية للساحة السورية، وبالتالي هناك تتجمع المجموعات اللي تذهب وتقاتل بسوريا. نحكى عن مجموعات إرهابية، نحكى في صورة دائما عن هذه طرابلس، يعني هذه الصورة النمطية، يعني بقولوا أنه طرابلس قندهار. أنا بعرف يمكن أنت بتعرف أنه بطرابلس في أحياء وعائلات، لا هي أساس المدينة ولا ينطبق عليها هذا الكلام، بس هذه الصورة اليوم أنتوا كيف بتعالجوها؟ كيف عم تعالجوها؟ اولا بس خليني اسمحي لي جوزيفين بالخطاب، اول شيء اسمحي لي بس، الحساسيه بطرابلس ضد سلاح حزب الله من طائفيه، هي وطنيه، هي من منطلق وطني ما لا من منطلق طائفي. يعني الموضوع ما هو مرتبط بانه والله اكثريه المدينه سنه وليكي وحزب الله حزب تحديدا شيعي مع سلاح، لا، اشكاليه اهل طرابلس مع سلاح حزب الله هي مثل اشكاليه كل اللبنانيين يلي عندهم مشكله مع سلاح حزب الله. نعم، ماني عم بقول في، ماني عم بقول كل اللبنانيين عندهم مشكلة، بس في جزء كبير من اللبنانيين عندهم مشكلة. الطرابلسيين ناس منهم وأنا منهم، إيه أنا من طرابلس وأنا مني، يعني أنا ما عندي حساسية طائفية مع حزب الله، أنا مني سني. إيه فمن هون كمان كان دائما استعمال المدينة وتفقير المدينة، كنت عم تحكي عن زعماء المدينة يلي تعودوا يشتروا الزمم، ففي مصلحة مشتركة برأيي عند كل أهل المنظومة لتفقير المدينة. زعماء المدينة بفقروا وبيرجعوا بيفكروا أنه قادرين يرجعوا يشتروا زمم الناس. أنا مثل ما سبق وقلت بعتقد تحديدا بعد 17 تشرين هذا الموضوع صار، يعني تشكل وعي سياسي استثنائي بطرابلس خصوصا حول هذا الموضوع. وفي عندك حزب الله يلي هو رأس المنظومة، وفي عندك حزب الله يلي هو رأس المنظومة وحجر الأساس فيها ويلي داعمها، يلي كمان إفقار المدينة بيساهم بأنه كمان أنت فيك تدعشني، فيك تدفعي لك شوية مصاري بتشعلي حرب من هون، بتعمل بتدعشني المدينة، وبيطلع مين يجي يقول طيب عظيم يحو داعش بطرابلس ومين بده يحميكم من داعش؟ أنا. طيب هيدا السلاح يلي انتفى سبب وجوده بعد تحرير الجنوب، وصار ساعة بده يحمينا من داعش، وساعة بده كل يوم بدنا نلاقي له تبرير جديد، وكل يوم بدنا نلاقي له حجة جديدة. أول شيء بلشنا في حجة وحيدة، في حجة أولى اللي هي إسرائيل. لا، إذا بتتذكر كانت مزارع شبعة بالأول، وبعدين كانوا المخطوفين اللي كان عنا إياهم بإسرائيل تحرروا المخطوفين، بعدين صار عنا حجة مزارع شبعة من بعد ما أعلننا تحرير آخر شبر من الأرض، ورجعت طلعت لنا خبرية مزارع شبعة. بعد منا هلأ صار عنا داعش، وصار عنا بدنا نحارب بالعراق، وبدنا نحارب باليمن، وبدنا نفتح مشكل مع كل الدول العربية، وبدنا ناخد البلد على محاور بتبلش إقليمية الله يستر ما تخلص دولية بحرب، ما بعرف شو عم بيصير بشرق أوروبا اليوم مطرح ما كل الحروب الكونية بتبلش. يعني عم بيزجنا هيدا السلاح بخيارات غريبة عجيبة، نحن غريبة عن البلد وتحديدا عن يعني الطرابلسيين ما بدهم إياها. طرابلس كل عمرها دولة مدينة على هالمتوسط منفتحة على الغرب، عندها عمق عربي، حريصين نحن على الالتزام بالشرعية الدولية وبالشرعية العربية. هيدي ثقافة البلد، فلسفة قايمة على الحياد المساء الوطني بفلسفته لما بيقول لشرق ولغرب. هو عمليا شو عم بيقول؟ نحن حياديين، نحن ما بدنا ناخذ بوقتها كان هذا الانقسام، انما بفلسفته وفلسفه حياد. نحن اليوم عم نقول لا، بدنا نكون ملتزمين بالشرعيه الدوليه وبالشرعيه العربيه. بالعوده لطرابلس، ايه في مصلحه لدعشنه هول الناس، وفي مصلحة لبعض اليمين، بدي اسمحي لي كمان سميه اليمين المتطرف، وعم بحكي تحديدا بتعرفي عن مين عم بحكي؟ بعض التيارات اللي بالسلطة اليوم يلي بدها تطلع تشيطن بعض الناس وتعمل حساسيات طائفية لتشد عصب ولا لتمرق لتمريقة من هون، وإذا بعد بكرة ركب ديل رجع بيناتهم بيرجعوا سمن وعسل وما في مشكل، وبترجع طرابلس مدينة الانفتاح. فنحن شغلتنا نواجه هيدول الخطابين، خطاب دعشنة المدينة وعملية إفقارها من تاني ميل عبر
انما اليوم بالحاله الاقتصاديه نحن هدفنا كناس مرشحين بطرابلس، هدفي انا تحديدا، لانه ما فيك تنهضي بالمدينه اقتصاديا بهي اللحظه والبلد منهار، يعني ما فيك تنهضي فيها لوحدك، بدك تروحي تعملي خطه اقتصاديه لكل البلد. نحن حريصين كثير هالمره انه تكون طرابلس بصلب هيدي الخطه الاقتصاديه، مش مثل البلد يلي عمرناه ب 43 ولا البلد اللي رجعنا عمرناه بال 90 يلي كانت طرابلس خارجة عنه وخارجة عنه بأراء، يعني طرابلس ما فقرت هالقد بالصدفة. نعم. في مين فقر للمدينة؟ كنت عم خبي هذيك المرة، بتعرفي لما صار تفجير مرفق بيروت، طب في عنا مرفق بطرابلس، قلنا أنه بركي انه احنا اكيد مش ابدا مش سعيدين باللي صار بير، بس انه قلنا هلا بده يكون بديل من هلا لكان هيدا بتتنشط لنتفي هالحركه. راحوا شيلوا السكانر من مرفق طرابلس، ايه شيلوه تمام يعني تمام يشتغل المرفق. في مدينه مشاريع ميته، بعدل لك هلا 6-7 مشاريع ميته بالمدينه كفيله لوحده، مشاريع مش موجوده بمدينه عربيه وحده يعني، ومشاريع ضخمه قادره تنهض بالمدينه وبكل الجوار تبع المدينه. شغلتنا انه يكون هالمشاريع اليوم شقفه أو قسم من مشروع الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي بالبلد. كنت عم تقولي على شو متفقين كمجموعات سياسية، إذا بتسمحي لي أرجع، متفقين على كثير أشياء. متفقين أول شيء أنه نحن على العلمانية، متفقين أنه بدنا دولة مدنية، أوكي مدنية أو ما دولة مدنية، متفقين ما بتكون بوجه حدا، إنما بتضمن حقوق الأفراد وبتحمي كل الناس وبتحمي هي اللي بتحمي كل دولة بس المدنية. عفوا شو يعني، فيك تفسر لي كيف بس هيك ثلاث عناوين؟ شو يعني دولة مدنية قصدك؟ دولة مدنية أحوال شخصية مدنية. دولة مدنية هي عمليا دولة بتعطي حقوق أكثر للفرد. نحن وتحديدا هون اتفاق الطائف برأيي كان جدا دقيق بتوصيف كيف بيطرح هيدا الشيء. بس هلا أنا سألتك شو قصدك بالدولة؟ عم فسر لك وبيقول اتفاق الطائف هون إنه نحن بدنا نوصل لنهار يكون عندنا قانون انتخابات خارج القيد الطائفي. نعم. ببت بالامور اليوميه والحياتيه الدائمه، وبنعمل حد منه مجلس للشيوخ بيمثل فيه الطوائف. نعم. وبيحفظ له حقوقها للطوائف، وانا برايي بنكون كمان وزينا شوي خلقنا حيز اكبر للفرد وحريته وحقوقه كفرد. نعم. وضمننا حقوق الطوائف بالامور يعني الاساسيه، يعني وفي عندنا قانون الاحوال، يعني قانون انتخاب خارج القيد الطائفي مع مجلس للشيوخ بيمثل فيه الطوائف وبيأمن لها ضمانات، وقانون أحوال شخصية مدني. كل الإصلاحات واجتماعيا واقتصاديا نحن يعني متفقين اليوم مين بده يدفع كلفة اتفاق الطائف من مرقب. إنما مش بس هيك، يعني أنا عم بقول إنما نحن متفقين كمان اقتصاديا كيف بدنا شكل الاقتصاد اللي بدنا إياه، التوجه تبعه طبعا مش بكل التفاصيل متفقين، إنما اليوم شكل الأزمة بيفرض علينا كلنا سوا شكل واحد من طريقة مقاربة الحل. متفقين على الأمور الاجتماعية، متفقين على مين بده يدفع كلفة الانهيار. يلا.